التعاون لأهل الكرام يكرم علينا التهاون من بيننا رفقة وحب وتعاون تميم غالي والمساير غالي مرحبا بابن خليج التعاون لأهل الكرام يكرم علينا التعاون من بيننا رفقة وحب وتعاون تميم غالي والمساير غالي في عهد قائد نذرنا أميرنا حامي حمانا نرضي ويدور رضانا الله يعزه قلوب أمين أهل السعودية ودار الفلاح وعمان والبحرين والطيب فاحي وأهل الكويت أهل القلوب الصحاحي جيت وحييت على الرأس والعين تميم وصانع عليكم واللي تبونا في يديكم طوبى يعين فينا وفيكم غافين وأهل الدار وافين من العديد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اليوم الموعود المشهود في حضور أصحاب السمو وسعادة الشيوخ، حيث نرحب بالتواجد الكريم لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني وبضيف البلاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبتواجد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. ترحيبنا أيضا بسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وبكل ضيوفنا الكرام. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، هكذا ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الذهبية، شوط طال انتظاره وعاشت جماهير هذه الرياضة العربية الأصيلة تترقبه في كل مكان. فحان الموعد واقتربنا من مشهد الحقيقة في لحظات يزداد فيها الصخب من أجل الفوز باللقب. الله 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 الله، هذا هو شوط التحدي في ميدان التحدي في شوط الشلفة الذهبية في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. هذا هو شوط المعجزة، هذا هو شوط يضم في داخله النادرة، يضم الجزيرة ويضم أسماء جاءت من أجل منافسة الجزيرة. كل الضيوف الأعزاء، بدأت المسيرة الآن بالمشهد الذي تتابعونه وترونه أمامكم على القنوات الناقلة. أنطلق مباشرة لأتابع مقدمة هذا الشوط. من تحتل المركز الأول؟ هناك رسالة بدأت في إرسال رسائلها نحو الصدارة، نحو المقدمة، رسالة لهجن الشحانية. يضم الرسالة العملاق سلطان بن محمد بن سالم سالم الوهيبي. أتابع المركز الثاني لأجد من تحتل المركز الثاني غبة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أتابع المركز الثالث لأجد الطيارة من تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية. يضمر الطيارة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أتابع المركز الرابع لأجد السيلية، هنا حاضرة ومتواجدة السيلية لهجن الشحانية. يضمر السيلية، هنا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الخامس، يا بوي يا بوي
أوصلت الآن الجزيرة، وصلت المعجزة النادرة لتنطلق في محيط المركز الخامس لهجن الشحانية، يتولى عملية تضميرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا وهذا هو نداؤنا الأول، ومن هنا تحول مباشرة إلى المقدمة إلى المركز الأول. هناك الصدارة، هناك السيلية تحتل المركز الأول، تنطلق بثبات وبعزيمة نحو الصدارة ونحو مركز الشموخ والرفعة والسمو. هناك السيلية إذن في المقدمة والمركز الأول لهجن الشحانية، يتولى عملية تضميرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني فأشاهد هناك رسالة تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية، يضم الرسالة أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث تنطلق الطيارة بمحركاتها، أيضا هنا حاضر معها شعار هجن الشحانية، وفي التضمير العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الرابع تحضر غبة هنا، هذه الغبة الغزيرة، غبة إذن لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر غبة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. بينما أتابع هنا من تحتل المركز الخامس، تتقدم فيه الجزيرة لهجن الشحانية من حققت الرموز هناك في ميدان المرموم، وهنا في ميدان الشحانية في سني اللقاية والجداع، ها هي تبحث أيضا عن رمز آخر، رمز جديد لها يضاف إلى السجلات إن قدمت الأداء الممتاز، يضاف بالتالي إلى رصيدها الزاخر بالإنجازات. إذن الجزيرة الآن غيرت إلى المركز الثالث لهجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أتابع المركز الرابع لأجد الآن رفيقة درب المعجزة النادرة، وصلت دوما. يا سلام يا سلام، هذه دوما أحد الأوراق الرابحة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما التضمير هنا مع العملاق سلطان الوهيبي والملكية لهجن الشحانية، أتابع المركز الخامس لأجد هنا يا سلام الله الله، شوفوا الأسماء، أسيل لهجن العاصفة بالتابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الواثق حمد بن راشد بن غدير في التضمير. شوفوا العاصفة قدمت لنا الآن شخصية لتفرض شخصيتها على مقدمة هذا الشوط. الله الله الله، شوفوا شوط الضغط، شوط الأعصاب، شوط التكتيك والتكنيك. شخصية الآن تحتل المركز الثالث لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر هو الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، تنتصف المسافة مشاهدين الكرام، والمن تحمل الرقم واحد على الرقم واحد، من تحمل الرقم اثنين في المركز الثاني الجزيرة ودوما. هنا سيطرة شحانية مع هذه الأسماء العملاقة الكبيرة. شوط بدأ فيه الصراع، بدأ الصراع مبكرا، شوط أطلقتم عليه مشاهدين الكرام تحليلاتكم السابقة والتي تعبر عن مدى رؤيتكم الفنية، ولكن هذا هو الواقع الذي نراه. هنا المنافسة، هنا التحدي بين العاصفة والشحانية في ميدان التحدي في أغلى المهرجانات وأكبرها، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. الشعار الأدعم يسيطر على المقدمة، يسيطر على المركزين الأول والثاني مع الجزيرة ودوما. الله يا هذا الشوط المنتظر، شوط مشاهدينا ومتابعينا الكرام ترقبناه بفارغ الصبر. ها هي الجزيرة تأتي إلى المركز الأول، جاءت إلى الصدارة. الجزيرة لهجن الشحانية، يتولى عملية تضميرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني أتابع دوما. الله يا دوما، رفيقة درب المعجزة، رفيقة درب العصماء، تحتل معها المركز الثاني 3 كيلومترات، تفصلنا عن خط النهاية، تفصلنا عن معرفة بطلة هذا الموسم في أقوى المواجهات، في أقوى التحديات، في أكبرها على الإطلاق. يا سلام، المركز
المركز الثالث. أتابع شخصية لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المضمر هو حمد بن راشد بن غدير الكبي. أما المركز الرابع تحضر فيه أسيل وتنطلق أسيل بماضيها المميز بحضورها الطاغي الذي كان معها في الموسم الماضي في سن الجذاع. أسيل لهجن العاصفة يضمر أسيل حمد بن راشد بن غدير الكبي الواثق من إمكانياته ومن إمكانيات أسيل. أما المركز الخامس فأتابع من هناك اللي هي الطيارة لهجن الشحانية ويضمر الطيارة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله 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 الله، شوفوا هذا التحدي وراقبوا معي هذا المشهد. هنا الجزيرة تحتل المركز الأول المصنف الأولى في هذا التحدي. المركز الثاني دوما، المركز الثالث تتقدم فيه شخصية، وفي المركز الرابع أسيل تقترب لهجن العاصفة. يا سلام، الله الله الله، إذا كان لكل مقام مقال فإن الآمال هنا معلقة على هذه الفعال في تنافس ما بعده أي سجال. كيلوين متر على خط النهاية والصدارة هنا ما زالت مع الجزيرة، الجزيرة التي تحتفظ بموقعها، تحتفظ بمكانها الذي اعتادت عليه. هل تواصل الجزيرة عزفها المنفرد مع الرموز والكوز؟ هي في الصدارة الآن، هي على المركز الأول، بدأت الآن تغازل هذا الرمز، بدأت تنطلق، بدأت تتحرك. الجزيرة في الصدارة، المركز الثاني. هنا نتابع مشاهدينا ومراقبينا الأعزاء، دوما في المركز الثاني لهجن الشحاني. أما المركز الثالث فتتقدم إليه أسيل، بدأت تتحرك وبدأت تنطلق. أسيل لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمضمر هو حمد بن راشد بن غدير الكتبي. يا سلام يا سلام، أعود من جديد إلى الصدارة وإلى المركز الأول لأجد الجزيرة هناك على الموقع الصحيح، هناك في المكان الممتاز. تأتي إلى الصدارة كعادتها دائما بعزم من حديد، قوة كبيرة جدا. الله الله، هذه الجزيرة، هذه المعجزة، هذه العصمة. اختربي العصمة فإن الرمز الرابع سيكون من رصيدك. الله يا الكيلو متر الأخير، الرمز الخامس، الرمز الخامس. الله الله الله، هذه الجزيرة إذن تحسم الموقف، تحسم الموقف وتنطلق في هذا المكان ليكون الإنجاز مسطرا هنا مع الشعار العنابي، مع الشعار الأدعم. سلام يا سيدي الأمير، سلام يا سيدي الأمير، من الجزيرة إلى شبه الجزيرة، إلى شبه الجزيرة، إلى داري قطر، إلى داري قطر. نزف الثانية، نزف هذا الفوز، هذا الانتصار. ها هي ساعة الحقيقة قد اتضحت وقد بانت للجميع بأن الجزيرة لا تقهر في ميادين السباقات. هي المعجزة وهي النادرة وهي العصماء وهي الأسطورة وهي البطلة في كل المواعيد، في كل المسابقات، في كل الأشواط. ها هي إذن مشاهدينا وحفلنا الكريم تقترب. جاءت إلى الناموس، جئت فجاء المجد نحوك طائعا متسائلا عن آخر الأخبار. قالت أنا للرمز دوما جاهزة، الرمز رمزي والقرار قراري. معي النجوم وإلا معنى بريقها، لن تقرب الأنجم جوار مداري. الأدعم الغالي على ظهري وضع، يقبل إلي النصر وهو شعاري. في كل شوط تستهيض مشاعري شوقا إلى الناموس ذاك مساري. التوقيت احفروه واقبروه وادفنوه. التيم مع الجزيرة، التيم الحدث، التيم الحدث، والجزيرة هي الحدث. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أزف التهنية لكم يا أهل قطر بمناسبة هذا الفوز، بمناسبة هذا الاكتساح للجزيرة في هذا المهرجان. المركز الثاني جاء تسيل لهجن العاصفة، أما المركز الثالث فكانت فيه دوما لهجن الشحانية. المركز إذن
مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات يتلقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الفوز. حدث في مثل هذا اليوم أن سجل التوقيت توقيت حدث سوف نتحدث عنه طويلا وطويلا وطويلا. تهانينا إذن لكم يا أهل قطر، تهانينا إلى سيد الأمير، تهانينا إلى سيد الأمير الوالد بمناسبة هذا الفوز الكبير، بمناسبة هذا النصر الذي لا يبقي ولا يذر. الله الله الله. التوقيت الزمني إذن هنا في لحظة الإعادة سنتعرف معكم على توقيت حدث يتسجل للمرة الأولى في ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. شوفوا وتابعوا كيف كان ذلك التحدي، كيف تابعنا وعشنا معكم هذا الشوط الكبير، هذا الشوط المثير الذي حضرت فيه الإثارة وحضرت فيه القوة. فجاءت الجزيرة كما عهدناها دوما، طوبى للجزيرة وطوبى للشعار الأدعم وطوبى لهذه المؤسسة العملاقة. فطوبى للجزيرة كل عام تفكر كيف إلى دار التميم والتحايا، إلى الطود لا شم إلى المبجل تميم المجد محمود السجايا. تهانينا والناموس على هذا الفوز إلى سيد الأمير يحفظه الله. التوقيت الحدث، التوقيت الذي لم يتسجل على الإطلاق في ميادين سباقات الهجن هو 11 دقيقة 49 ثانية 24 جزءا من الثانية. التوقيت إذن احفروا له وقبروه وادفنوه، كلمة سنرددها في مشاركات الجزيرة. المركز الثاني جاءت فيه أسيل لهجن العاصفة، وقدمت أسيل التوقيت في زمن مقداره 12. لحظات مشاهدينا الكرام، ونتعرف على التوقيت الزمني الذي كان مع أسيل التي تحصلت على المركز الثاني. 12 دقيقة 12 ثانية 44 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنئة للمضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثالث جاءت فيه دوما، وقطعت المسافة في 12 دقيقة 19 ثانية 56 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيب.